السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مبروك رمضان، اليوم اول ايام رمضان. اسال الله تعالى لكم الخير كلكم جميعا وكل ما تمنيتم ان شاء الله الرحمن الرحيم. وما تنسوش عفاكم بالدعم، لايكات وكتابه التعليق والبارطاج. البارح في البرلمان الاسباني، الحكومه ديال اسبانيا اكدت انها غدا تبدا مفاوضات مع المغرب هذا الشهر هذا من اجل تسليم المغرب الاداره ديال الاجواء فوق الصحراء المغربيه. هذا الخبر هذا فاجئ البعض ديال المغاربه، ما كانوش عارفين بان الاداره ديال الاجواء في الصحراء فوق الصحراء المغربيه كتملكها اسبانيا. وصدم الجنرالات والبوليساريو انهم ما كانوش كيتوقعوا ان اسبانيا غادا دير هذه الخطوه هذه وغادا تنازل المغرب الاداره الاجواء. نفهموا القضيه شنو هو التاريخ ديالها وعلاش خبر خطير جدا وعلاش غادي يصدم الجنرالات والبوليساريو. اهلا بكم. هذا الخبر هذا بالفعل دار صدمه، هذا زيد صدمات اللي عطاها المغرب ووجهها البوليساريو ودوله الجنرالات. الحقيقه هذا غير ماشي غير صدمه، هذا السونامي صيفطوا للمغرب الجزائر والبوليساريو. بالفعل اسبانيا اكدت في البرلمان الاسباني ان حكومه سانشيز غدا تبدا مفاوضات مع المغرب باش كتسلموا الاداره ديال الاجواء، يعني الطائرات اللي كدوز فوق الصحراء المغربيه. هذه 80 عام واسبانيا هي اللي كتستخلص الرسوم ديال اي طياره كدور فوق الصحراء المغربيه. ما نساوش ان الصحراء طريق مهم ما بين اوروبا وامريكا اللاتينيه. كاع الدول اللي كدوز من اوروبا وغادا لامريكا اللاتينيه ولا العكس كيدوزوا عبر الصحراء المغربيه. المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها، لكن شنو هي النقطه اللي ناقصه المغرب؟ هي السيطره الكامله والشامله على الاجواء اللي كاينه فوق الصحراء المغربيه. شنو هي القصه؟ اولا مزال نعرفوا شويه ديال التاريخ، وهذا زيد عليها على ظلم المجتمع الدولي للمغرب. وباش تعرف بان الامم المتحده براسها هي كانت كتشرف على الظلم وكانت كتوقف مع الظالمين. في 1944 تاسست واحد المنظمه سميتها المنظمه الدوليه للطيران المدني. هذه المنظمه هي اللي رتبت الامورات كلها اللي عندها علاقه بالتقنيات ديال الطيران، يعني الملاحه المدنيه ماشي العسكريه، بين جميع بلاد الارض بلا استثناء. منين جاو المغرب، هادشي راه كنهضر في الربعينات 1944، لقاو الاحتلال الاسباني. المنظمه قالت لاسبانيا انتم هنا، قالوا لها ايه، قالت لهم تكلفوا بالاداره، قال لهم كلارو كيسي موتشا غراسيا. هنا وقفه مهمه، ان هذه المنظمه تابعه للامم المتحده ما خداتش راسها، ما عطاتش راسها العناء تقلب على شنو هي هذه المنطقه. واش هذه اوروبا؟ شكون هذا؟ هذا راه المغرب. مع ذلك تعاملات مع المحتل وعطاتو الحقوق انه هو اللي يسيطر على الاجواء وينظمها وياخذ رسوم عليها، يعني يشد الفلوس. جات 1975 الاتفاق ديال مدريد، اسبانيا هزات قشاوشها وخرجات بحالتها. بالفعل ما بقاتش احتلال اسباني، مشات بحالتها. لكن شنو بقى؟ رغم المغرب دار المسيره الخضراء واسترجع الصحراء المغربيه، اشنو بقى؟ بقات الحقوق ديال اداره الاجواء. بين 1944 و 75 30 سنه، بين 75 ودابا 50 عام، يعني مجموع 80 سنه. 80 سنة واسبانيا كتستخلص الفلوس على أرض أصلا ماشي أرضها. لذلك شحال من مرة إخواني خواتي كنهضر على هذا الموضوع المهم، أن أوروبا غنية على حسابنا حنا، اسبانيا غنية وثرية على حساب المستعمرات السابقة ديالها. هذه 80 عام وهي كتشد الفلوس ديال إدارة الأجواء ديال الصحراء المغربية. الجزائر خدامين كيغوتوا وكيتقلاو، البوليزاريو ما عرفوش اي وجهه غادي يمشيو، لان علاش؟ عارفين ملي غتبدا المفاوضات واسبانيا تسلم نهائيا اداره الاجواء للمغرب
حيت هذه هي الطريقه، حيت دار اتفاقيه بينها وبين المنظمه الدوليه للطيران المدني، فهي خصها تقول للمنظمه انا كنتنازل على اداره الاجواء في الصحراء للمغرب. هنا شنو غادي يكون وما معنى هذا الامر؟ هذا معناه ان المغرب غادي يعزز الحقوق السياديه على الصحراء. بمعنى المغرب اصلا راه في الصحراء، وراه كيتبنى ميناء في الداخله، كيتبنى موانئ بلايص اخرى، ملاعب في القويره، عطا الله المشاريع في هذه المنطقه كلها للمغرب كيصدر على الارض، والمياه ديالها بقات غير الاجواء. اذا ملي غتعطى ليه السيطره الكامله والشامله على الاجواء، واللي هو اللي كيهضر مع المنظمه العالميه للطيران المدني، وهو اللي كيتحكم وكيستخلص الرسوم ديال اي طياره كدوز فوق الصحراء المغربيه، واللي هو اللي كيتسلم التقارير اللي كديرها اي طياره كدوز فوق الصحراء وكتعطي التقارير للمغرب. بمعنى انك سديتي بالقفل وبالساروت ودرتي الساروت في جيبك على موضوع تعزيز الحقوق السياديه المغربيه على صحرائه. وهذا من طبيعه الحال موضوع هذه في الحقيقه راه الضربه القاضيه لدوله الجزائر ودوله الجنرالات. شنو المقالات اللي طالعين بها كيقولوا؟ تيقولوا ان المغرب المخزن خبى هذا الامر على 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 المواطن المغربي. المغرب حبيبي ما خباش هذا الامر، هذا الامر عنده علاقه بالتاريخ، عنده علاقه بالاحتلال، وعنده علاقه بالمنظمه الدوليه للطيران المدني التابعه للامم المتحده. وكما شرحت فضلوا يتعاملوا مع المحتل على انهم يتعاملوا مع الوطن الام، مع المغرب، مع الصحراء المغربيه. ما بغاوش يصدعوا راسهم يقلبوا صحاب البلاد، مشاو مع السارق اللي كان سارق الارض ومسيطر على البلاد والعباد. الان هذه شي حاجه مهمه جدا، ما نساوش راه الشهر اللي فات، شهر جوج ديال هذا العام هذا، كانت قمه مغربيه اسبانيه، واتفقوا في السر على انهم يبداو المفاوضات باش اسبانيا تسلم اداره الاجواء فوق الصحراء للمغرب. ودابا ها هو البارح تقال في البرلمان الاسباني ان الحكومه اكدت النواب ديال المعارضه اللي سولوا واش هادشي بصح، قالوا لهم اي نعم غنبداو مفاوضات من اجل تسليم المغرب هذه الاداره هذه. المفاوضات هي غتبدا هذا الشهر هذا مارس 2023، ما عرفت واش غتكمل هذا الشهر، ارجو كنتمنى انها تكمل هذا الشهر ويمضيو عليها هذا الشهر هذا، ويبدا المغرب يدخل في هذه الحقبه الجديده مع اسبانيا. لاحظوا معايا مساله مهمه، اسبانيا تبدلت، اسبانيا انقلبت 180 درجه منذ العام اللي فات مارس 2022، وهذا تاريخ مهم في تاريخ تكمله السياده المغربيه على الصحراء، في تاريخ تعزيز الحقوق السياديه المغربيه على الصحراء، ان اسبانيا اعترفت بالسياده المغربيه واعترفت بالحكم الذاتي، وما عندها حتى علاقه وما كتدعمش وما بقاتش كتزكي شي حاجه سميتها الاستفتاء من اجل تقرير المصير. دوله الجنرالات كيحسبوا هذا الشيء، هذا الشيء اللي تقال البارح في البرلمان الاسباني انها الخيانه الثالثه، والبوليساريو طلعوا في الاعلام ديالهم كيقولوا اسبانيا خانتنا الخيانه الثالثه. شنو هي الخيانه الاولى؟ الخيانه الاولى هي خروج اسبانيا من الصحراء في 1975 وتسليم الامورات المغرب، ان الصحراء التحقت بالوطن الام، هذه كيسميوها الخيانه الاولى. الخيانه الثانيه هي التاريخ ديالها 19 مارس 2022 من اسبانيا قررت انها تعترف بالحكم الذاتي وبالسياده المغربيه على صحرائها. والخيانه الثالثه هي النهار اللي غيسيني المغرب مع اسبانيا ان اسبانيا كتسلم المغرب اداره الاجواء فوق الصحراء. ملي غيطرى هذا الامر اخواني اخواتي غيكون زلزال، ربما يعاودوا يبدلوا وزير الخارجيه الجزائري، ماشي كنقول ربما، كنظن حتما. لان شنو هي الخدمه اللي غتعطى دابا الوزير الخارجي الاسباني؟ انه يتكلم مع المعارضه الاسبانيه باش يضربوا هذا الموضوع، ينسفوه من الاساس، ويبان على انه بالفعل خيانه، ان اسبانيا كتخون المواطن ديالها، كتخون الاسبان، ان لا احتفظوا انتم باداره الاجواء. شوف معايا هذه الدوله اللي معنا في الجوار، لله تعالى شاء انها تكون في الجوار ديالنا.
عندها مشكل ان المغرب الدولة اللي كتشارك في الدين والانسان والعرق امازيغ عرب مسلمين شعب واحد لغة واحدة. لا، الاجنبي الاسباني الاوروبي المسيحي اللي كيهضر لغة اخرى هو اللي الجزائر سعيدة وفرحانة انه يبقى محافظ على السيطرة على الاجواء. ما عندهاش مشكل ان اسبانيا هي اللي تسيطر على الاجواء، ما بغاوش المغرب، لان عارفون ان المغرب عارفين ان منين المغرب غيسيطر صافي انتهى موضوع الصحراء. موضوع الصحراء قضية حسمت سالات، اعترفت امريكا، اعترفت المانيا، اسبانيا، هولندا، ومازال دول شد الصف باش تعترف. زيد عليها دبلوماسية القنصليات، زيد عليها اكثر من 90 دولة حول العالم تتعترف بالسيادة المغربية وكتقول لك ان الحكم الذاتي احسن حاجة. اذا منين المغرب غادي يسيطر على الاجواء؟ صافي سلا كل شيء، سلا الفيلم، كتسيطر على الارض حيث انت اصلا موجود في ارضك، كتسيطر على المياه والبحار والشواطئ، كتسيطر تما على التجارة والصناعة ديال الحوت، وعندك اتفاقيات مع اوروبا يصيدوا الحوت في الصحراء، وخدام على تسوية الحدود البحرية مع اسبانيا من جهة جزر الكناري، ودابا كتسيطر على الاجواء. هذه قمة السيادة، ان الدول كتدوز من عندك بالاذن ديالك وكتعرف شنو كدير وكتاخذ منك تصريح وكتوصل منها بتقرير وكتستخلص منها كذلك ورسوم على داك العبور دايزين فوق الارض ديالك. ما نساوش اخواني اخواتي ان في الملاحة الجوية المدنية الصحراء راه مهمة وطريق أساسية كما قلت تربط أوروبا بإفريقيا وأوروبا بأمريكا اللاتينية. ضروري خصهم يدوزوا فوق الصحراء المغربية، وهذا الأمر هذا راه دير رقوقة، دير الحلاقة من الجنرالات ودير رقوقة للبوليساريو، والنهار اللي غيتسينا غادي يكون عنده مأتم. لكن بغيت نحضر واحد الحاجة مهمة، نحضر لها مهمة، أن دابا راه دولة الجنرالات خدامين مع وزير الخارجية الجديد باش هكا هاد الأمر هذا ما يتمش. ما نساوش بأن أحمد عطاف يلا حط رجليه في وزارة الخارجية، مازال ما سخن الكرسي ديالو، هاو ما عطاه مهمة وغادي يدير المستحيل باش يبين أنه أبلى البلاء الحسن. غيطلع سانكيان، غيدير كل المجهودات ديالو، غيتصل في السر والعلن، غادي يربط الاتصالات ديالو مع اللوبي الجزائري اللي كاين في اسبانيا، مع المعارضه الاسبانيه. وما نساوش بان راه من مارس العام اللي فات الجزائر كتعطي الغالي والنفيس من اجل اطاحه حكومه سانشيز. فهاد احمد عطاف غادي يستغل كاع ديك العلاقات اللي دارت وديك الخدمه اللي عن طريقها ودارت بسبب دبلوماسيه الشيكات والهبات، لقى طريق معبدة، غيستغل داكشي اللي طرا باش هاكا يتصل ويدير مجهود ويضغط من اجل نصف هذا المشروع، وما تسينيش اسبانيا على تسليم إدارة الاجواء للمغرب. انا متاكد بان هذه المفاوضات سوف تنتهي، ان اسبانيا غادا تسيني وغادا تسلم إدارة الاجواء ديال الصحراء للمغرب، وهكذا غادي يكون المغرب دار آخر نقطة، آخر مسمار من أجل تثبيت الحقوق السيادية ديالو على الصحراء. وأنا متأكد أن منين غيتسيني هذا الاتفاق ويدخل حيز التنفيذ 100% الجزائر عاوتاني غتجري على وزير الخارجية وغتشوف واحد آخر. أنا قلت لهم شحال مرة ما عندكم ما ديروا بوزارة الخارجية، حيت القضية ماشي في الأشخاص، القضية عندها علاقة في العقليات وعندها علاقة دبلوماسية ما كتفهم إلا الفلوس والتضارب والرشوة، ودبلوماسية كتفهم في المفاوضات وكتعرف تهضر مع الناس. وهم حاجة جوج العناصر كتشتغل في السر والنفس ديالها طويل. إخواني أخواتي كنشكركم جزيل الشكر على المتابعة، إلى الفيديو القادم إن شاء الله، والسلام عليكم.